بس يعني انت ورينا. عد لنا اخر نقطة. يا طويل العمر عندنا اربع انواع من الكلاسات، في التيربو ثيري والتيربو سترايك. هذه اول ما تشترك معنا ممكن يعني نادي شكله حماس. هذه سيور بس بدون كهرباء، مرة صعبة. هنا التمارين يسجلونها طبعا كل يوم بس لازم يعني تكون هنا مع مدرب صح؟ اي نعم الكلاس. في تجارب مجانية يا شباب؟ اي نعم، يوم الاثنين ويوم الاربعاء الساعة 9:30 مساء، ويوم السبت الساعة 2:30 بعد الظهر. عاد والله من زمان الشخص اللطيف هذا، من زمان عاد انا قصير ترى اللي هو عاد من زمان عمل. He's gonna play with us CrossFit. كيف هو مشتركين عندهم في النادي؟ شو رايك في النادي؟ مشترك وانصح اللي يفهم الكروسفيت ويبي تمرين زي الناس يغير جسمه يجي هنا ان شاء الله ونشوفه. أنا عم بصعي من ثلاث دقائق إلى 2 دقائق، مقسم على 9 جولات، كل جولة 3 دقائق، وكل جولة وجولة 30 ثانية ألعب المعدة أو ظهر. مكان هذا متخصص في الكيك بوكسينج، مرة حركة. بقي ساحة ولا شيء؟ والله. كرتهم حلوة هنا، شوف كاتب لك التمارين، بعدين تخلص التمارين هنا يعني تيجي تلاكم 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 تسوي التمارين الجلسات العدات وسلام عليكم.